طيب شو المقصود بالفيزيكو كيميكال بروبرتيز للدواء؟ خصائص فيزيائية وكيميائية. تمام؟ شو المقصود بالفيزيكو كيميكال بروبرتيز؟ لما حكينا عن الابزوربشن حكينا عن فيزيكو كيميكال بروبرتيز. تمام؟ لما حكينا عن الديستريبيوشن حكينا فيزيكو كيميكال. لما حكينا عن الإليمينيشن حكينا عن فيزيكو كيميكال. شو المقصود فيزيكو كيميكال؟ أو شو هم الفيزيكو كيميكال بروبرتيز للدواء؟ ال pH partition تمام stability pKa شو كمان stability تمام هاي كلها تنعتبرها فيزيكو كيميكال بروبرتي للدواء تمام. طيب تذكروا لما حكينا عن موضوع الايونايزيشن حكينا احنا الدواء بيهمنا يكون ايونايز مشان موضوع الابزوربشن لكن حكينا بتذكروا لما حكينا عن البي اتش بارتيشن بالابزوربشن حكينا بيهمنا الدواء يكون ان ايونايز مشان يصير له ابزوربشن لكن بيهمنا يكون ايونايز حتى يصير له ممتاز. طيب وحكينا تذكروا بالمعادله تبع هندرسون هسه الباك اكويجن حكينا في عنا ويك اسيد وعنا ويك بيز. هسه اغلب الادويه بتكون ويك اسيد او ويك بيز تمام. الادويه اللي بتكون ويك اسيد حكينا هون بصير لها ابزوربشن افضل بالسبب في اتش قليل. احنا بنحكي عن ويك اسيد فالويك اسيد راح يكون ان ايونايزد وين بالستومك تمام لانه اسيد مع اسيد راح يضل ان ايونايزد لكن ما راح يصير له ايونايزيشن بالانتستين فبالتالي شو راح يكون ابزوربشن طيب. لكن تذكروا لما حكينا بالابزوربشن حكينا في عندنا شيء نسميه ليميتيشن صح؟ حكينا انه حتى ادويه الويك اسيد بصير لها ابزوربشن وين؟ بالانتستين السبب تذكروا السيرفس اريا حكينا الانستب اريا تمام؟ حكينا عن موضوع انه ريزيدنس تايم بيكون بالانتستين اطول فبالتالي كل هاي العوامل بتساعد على انه يصير الابزوربشن افضل. تذكروا حكينا انه البي اتش منطقة معينة بالانتستين بتكون أقل منها داخل اللومن فبالتالي راح يقلل البي اتش بالتالي يكون الدواء بحاجة للأنايونات فبالتالي بصير ابزوربشن أفضل تمام؟ وهذا العكس وين؟ بالبيز. البيز إذا كان الويك بيز وين بصير الابزوربشن أفضل؟ بالانتستين السبب إنه البي اتش أعلى فبيكون أنايونايزد بالانتستين فبالتالي بيكون الابزوربشن أفضل. وبتذكروا حكينا مرة جدول بالسلايدات وحكينا هذا الجدول ما دخل معانا لانه ما كان من ضمن السلايدات اللي اعطيتكم اياها دكتور ايمن. تذكروا بالجدول كان كل دواء شو البي كي اي تبعه. فكان اذا كان البي كي اي قليل وكان الدواء اسيد فبيكون سترونج اسيد ولا ويك اسيد؟ سترونج اسيد، كل ما قلت البي كي اي لاسيد فهذا دليل على سترونج اسيد وبيكون بحاله الايونايز، صح؟ واذا كان بيز وكان البي اتش تبعه او كانت البي كي اي عالي فبيكون strong base بيكون ionized فبالتالي بيكون absorption قليل. فأفضل pKa لأي دواء أسيد يكون تقريبا بين 2 إلى بين 3 إلى 7. مثال على أدوية الأسيد ويك أسيد الفينيتوين والكاربيتوريت. مثال على أدوية strong bases اللي هو الكوليين تمام. وتذكروا المعادلة تبعت الاسيد تمام والبيس كان الاسيد البي كي البي اتش ماينس بي كي تساوي لوك الايونايزد على الان ايونايزد لكن البيس الان ايونايزد اوفر ايونايزد تمام. طيب هسه شو بيهمني الفيزيكو كيميكال بروبرتي على ايش بتاثر؟ حكينا بتاثر على الابزوربشن حكينا بيهمنا بالبي اتش بارتيشن ثيوري كل لو ان ايونايزد حتى تصير الابزوربشن ايونايزد عشان موضوع سوليبيليتي. ثاني شيء تذكروا لما حكينا عن موضوع بالاكسكريشن حكينا واحد من الشغلات اللي بصير عندنا بالريلاي سيستم اللي بصير عندنا ري ابزوربشن صح؟ حكينا بالري ابزوربشن حكينا بما انه البي اتش لليورين هو اسيد فبالتالي اذا كان كل ما كان اسيد وكان عندنا ويك اسيد فبالتالي يكون عندنا الابزوربشن افضل تمام؟ والعكس للبيز حكينا عشان هيك ممكن نعطي ادويه تكون بيز حتى نقلل الابزوربشن للاسيد وبالتالي نسهل موضوع الاكسكريشن والعكس صحيح بالنسبه للبيز تمام؟ أدوية الضغط لا هي حكينا الأدوية اللي بيكون في عندنا أوفر دوز صار في عندنا توكسيسيتي تمام. إذا كانت ويك أسيد وكان في أشياء اليورين أسيد فبالتالي رح يصير لها أبزورب رح تضل بالدم فترة أطول لكن أنا بدي أخلص منها فشو حكينا شو بنعمل؟ نعطي
مثلا صوديوم بايكارب ترفع البي اتش، بالتالي ترفع البي اتش لليورين، وبالتالي بتقلل الابزوربشن لضد الدواء الموجود عندنا داخل اليورين، بالتالي بصير له اكسكريشن. فبالتالي الايونيزيشن بيهمنا موضوع الابزوربشن، بيهمنا موضوع الاكسكريشن، زائد بيهمنا موضوع شيء نسميه كومباتيبيليتي. سامعين بالكومباتيبيليتي؟ شو المقصود كومباتيبل؟ شيء كومباتيبل مع شيء ثاني، متوافق، تمام؟ توافق. لكن لما نحكي كومباتيبيليتي للدراجز احنا نقصد فيها لما اعطي دويين او ثلاث مع بعض، هل هذول الدويين او ثلاث بيزبطوا مع بعض او لا؟ هسه زي ما بنعرف او يعني مثلا معلومه مثلا عن فيزيكو كيميكال، ليش انا بدرس فيزيكو كيميكال قبل ما نكمل؟ شو بيهمني الفيزيكو كيميكال؟ ليش مثلا انا بيهمني ادرس البي اتش، بيهمني انا شيء بنسميه بريدكشن، فبالتالي انا بتوقع شو راح يصير بالدواء داخل الجسم. هسه المدام لما يتصنع اي دواء، مثلا نفترض صنعنا 500 او 1000 كيميكال كومباوند وبدي اجربهم، من هذول ال 500 او ال 1000 لنفترض انه اشتغلناهم جربناهم على انزيم او جربناهم على بروتين معين، ومن هذول ال 500 او ال 1000 ظبطوا معنا مثلا 50. هسه هذول 50 هم كلهم راح استخدمهم كدواء؟ لا. فبالتالي انا بعمل زي شيء بنسميه لومينيشن، يعني انا بصير اقلص فيهم اختار فيهم لبين ما اقل عدد الكيميكال كومباوندز الموجود عندي حتى اختار منهم دواء. فهذول ال 50 تمام هم اللي بعمل عليهم دراسات فيزيكو كيميكال، بشوف سوليبيليتي، بشوف ايونيزيشن، بدرس البي كي اي تبعه، فبالتالي بقدر احدد هذا الدواء او اعمل بريدكشن لهذا الدواء ايش هو اللي انا بقدر اختاره او اللي ما بقدر اختاره كدرج، تمام؟ طيب فنرجع انه انا بهمني موضوع الاسيد بيز او موضوع البي اتش او موضوع البي كي اي بشكل عام، موضوع الابزوربشن الاكسكريشن، موضوع الكومباتيبيليتي، تمام؟ واحنا بنعرف انه اي دواء هسه اذا كان ويك اسيد او ويك بيز راح يتبع هاي المعادله، هاي عباره عن اسيد راح تتحد مع المي فبعطينا كونجوجيت اسيد كونجوجيت بيز، تمام؟ والعكس لما يكون عندنا بيز وبالتالي بعطينا كمان بعطينا كونجوجيت اسيد كونجوجيت بيز، لكن كونجوجيت بيز بتكون اوتش ماينس، لكن هون بتكون اتش 3 او بلس لما تكون عندنا ويك اسيد، تمام؟ هذا الجدول تسألوني حفظ ولا مش حفظ؟ هذا الجدول ليش مشان اجيب لكم اياهم للاخر، عارفه؟ ليش بدك تحفظ هذا السؤال بتسألني مش كذا؟ تمام؟ هو الجدول هذا موجود بالسلايد مطلوب منك تحفظه، لكن مطلوب منك تحفظ ككومباكت، مطلوب منك تحفظ بي دي اف، تمام؟ ولا مطلوب منك تحفظ كل كونجو كده، تحفظ هاي تمام؟ طيب شو المركبات اللي بتكون اسيد؟ تمام؟ لكن بدون ما تحفظ شو البي كي تبعه، تمام؟ فأي ستراكشر بيكون فيه أسيد بالبند أو سيلر بالبند أو كاربوكسيل، تمام؟ فبالتالي هو أسيد، تمام؟ أي شيء فيه نيتروجين لازم ما تحفظهاش كمعلومة، تمام؟ دائما مجموعات الأمين هي بتدل على إنه بيز، بس مش دائما تكون بيز، تمام؟ فبالتالي مثلا هاي الإيماي تمام هي بتكون ان مع كاربوكس سي دبل بوند او سي دبل بوند او، فالإيماي هي عباره عن اسيد، لكن الأمايد هي أمايد بيز، الأمايد بيز ولا نيوترايد؟ نيوترايد، تمام؟ زائد مثلا السلفونيك اسيد، تمام؟ اذا كانت هون بدل الاو كانت استر، تمام؟ فبتكون كمان نيوترال ما بتكون اسيد، تمام؟ فبالتالي هاي المجموعات زي ما حكيت لكم تحفظوها زي ما هي لكن بدون شو البي كي، تمام؟ شو الاستراكشر؟ وهي بنعرف انها اسيد او بيز، تمام؟ لا هذا الجزء، تمام؟ بتسالوني ليش يحفظ وليش مش يحفظ؟ رح يجيكم سؤال على ايش؟ ما بعرف، تمام؟ هاي بالنسبة للبيزل، تمام؟ تقريبا كلياتهم بيكون فيها مجموعة النيتروجين، تمام؟ فبالتالي الأميدين والإيدين الإيمين، تمام؟
والأوراق الأمين والأرل الأمين. أرل شو مقصود بأرل لما أنا أحكي أرل؟ شو مقصود بأرل؟ شو المقصود بأرل الأمين؟ أرل بتكون سايكل لكن ما بيكون فيها دبل بوند. تمام؟ وهاي مجموعات لنيوترال. تمام؟ الامايد. تمام؟ الامايد حكينا لما تكون انا شو تمام تكون سي دبل بوند او، اذا كان معها سي دبل بوند او راح تصير اسيد. تمام؟ لكن الامايد لحالها، لكن هذيك ايش حكينا شو اسمها؟ امايد. تمام؟ هي هاي. تمام؟ فإذا كان سيدر بلون سيدر بلون أو حوالين الأنف راح تكون أسد، لكن إذا كانت فقط سيدر بلون أو مع النيتروجين بتكون نيوترال. تمام؟ بالإضافة للسلفونيك أسد إستر. تمام؟ إذا كانت هون أو أتش راح تكون أسد، لكن إذا ضفنا أري أو مع الأو راح تتحول إلى نيوترال. تمام؟ هذا جدول كامل. تمام؟ البيسك اسيد بيس عشان طريق. تمام؟ لا كله لا كله كله انت تفاجأتوا انه هذا الجدول حفظ، خلينا نطلع صح؟ موفقين. نعم بعيدا عن الامتحان. بعيدا عن الامتحان. نعم هذا الموضوع عشان يكون صريح معك. تمام؟ هذا الموضوع عشان يكون صريح معك. تمام؟ ليش؟ عشان يصير نفسه بالبيت ايه، نفسه بالبيت ايه، نفسه بالبيت ايه، نفسه بالبيت ايه، عشان يكون صريح معك. تمام؟ اللي هي يكون يعني تعمل شيء نسميه بالليش، حتى راح تعرف اذا دور ولا سير. كم مجموعة تصير فيه، كم مجموعة بيس، هذا الموضوع راح يكون كم ساعة بالتالي تصير تعرف إن هل هذا الدواء راح يكون أسيد ولا راح يكون بيز. هسه راح نشوف واحد من الأدوية. تمام. فبالتالي أنا بيجي دواء أنا أعرف إن شو يصير له، أيونايزيشن ولا أن أيونايز بناء على فانكشنال جروب الموجود عندنا. مثلاً لنفترض في عندنا دواء يسموه سيبروفلوكسيسين، يعني سيبروفلوكسيسين سيبروفلوكسيسين أو سيبرودات. هو واحد من الانتيبيوتيك للعيلة نسميها فلوروكوين لوكا. تمام؟ سيبروفلوكسيسين في عندنا دواء نسميه ليبوفلوكسيسين. السيبروفلوكسيسين بيستخدم للبيوتي اي واللي هو التهابات المسالك. تمام؟ هو بيغطي البكتيريا بتكوني جرام نيجاتيف. تمام؟ في عندنا دواء نسميه ليبوفلوكسيسين من نفس العيلة اللي بيغطي جرام بوزيتيف اكثر، وبيستخدمه لمشاكل الريسبيراتوري. تمام؟ دائما هيك بالجسم لور نيجاتيف ابر بوزيتيف. تمام؟ بناء على انواع البكتيريا جرام نيجاتيف او جرام بوزيتيف. فشيء مثلا بالريسبيراتوري تمام على الاغلب بيكون بوزيتيف، وبالتالي انت بدك انتيبيوتيك بغطي البوزيتيف جرام ستين للبكتيريا، اللي بتكون لور بتكون نيجاتيف. فبالتالي لو اختار سيبرو لان يوتي اي بتكون على الاغلب نيجاتيف. تمام؟ طيب هاي الستركشر تبعت السيبروفلوكسيسين. تمام؟ طيب السيبروفلوكسيسين تمام في مجموعه كيتون. الكيتون نيوترال فيها هالوجين، الهالوجين نيوترال، لكن فيها أرل أمين ويك بيس، فيها ألكين أمين بيس، فيها كربوكسيليك أسيد اللي هو أسيد، فيها أرل أمين اللي هو ويك بيس، ففيها تقريبا ثلاث أربع مجموعات بيس، فيها مجموعة أسيد، فالدواء هو بيس أو أسيد. بيس. تمام؟ عرفتي ليش 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 بيكملونا موضوع شو المجموعات اللي بتكون أو الفانكشنال جروبس تكون أسيد أو بيس أو نيوترال، فبالتالي أنا بقدر أحدد شو اللي راح يصير بالدواء. فبالتالي هذا اذا كان بيس، فبالتالي موضوع الايونايزيشن له اذا كان هم ايونايز ما راح يصير له ابسوربشن.
بالانتسم ولا بالستوم؟ بالانتسم. فهاي أهمية إن نعرف شو الممكن اللي يجوز شو رأسه. وبالتالي هذا الدواء لما يقبل المعدة تمام؟ إحنا نعرف المعدة إنه يكون فيه أجر قليل. وبالتالي راح يصير ionization للبيز ولا للأسيد. للبيز. وبالتالي هاي المجموعة اللي راح تصير لها ionization. لكن بس وصل للكولون تمام؟ يرتفع pH راح تضل هاي المجموعة protonated لكن راح الكربوكسيليك أسيد كمان راح يصير لها protonation تمام؟ لكن هاي بوزيتيف هاي وبالتالي قطع المركب كله زي كأنه نيوترال وبالتالي هو بيكون ايونايز ولا نان ايونايز؟ نان ايونايز وبالتالي راح يصير عندنا عرفت شو المقصود فيها؟ تمام؟ ليش احنا بنهمنا الجروب؟ بس هذا كل الموضوع راح تاخذوه بشكل بث اكثر من النساء واضح؟ نعم هذا الشيء ساعدنا هو زاد الشيء في بيتي لكن ما صار ابزوربشن تمام؟ لانه احنا بنحكي ايون يعني هو مش الموضوع توفيق انه لازم ايونايزيشن ولا ايونايزيشن دائما هذا الموضوع ما في قاعده لكن هو في بالانس تمام؟ يمكن ايونايزيشن سوليبيليتي يمكن ايونايزيشن تصير ابزوربشن بالنسبة هاي حكينا عن موضوع pH حكينا عن موضوع pKa أحسن من نحكي عن موضوع الواتر سوليبيليتي أنا الواتر سوليبيليتي إيش بهمنا؟ بهمنا كمان بالأبزوربشن بهمنا بالديستريبيوشن بهمنا كمان موضوع الإليمينيشن طيب شو اللي بيحدد موضوع الواتر سوليبيليتي؟ أول شيء إحنا حكينا إن الدواء بهمنا يكون أيونايز ولا نان أيونايز حتى يصير سوليبيليتي أيونايز الآن أيونايزيشن موضوع الأبزوربشن ثاني شيء موضوع الهيدروجين بوندينج تمام؟ فإذا كان عندي مركب ما بيستقبل ما بيكون يعني سمي هيدروجين دونر أو هيدروجين أكسبتر بالتالي هو بيستقبل فوق غش أو غش لما يتفكك المي فبالتالي هو ما راح يدوب بالتالي ما راح يصير له سوليبيليتي بالتالي ما راح يصير له أبزوربشن فبالتالي بيهمنا موضوع الهيدروجين بوندينج فبالتالي تو فاكتورز اللي بيأثروا على موضوع السوليبيليتي أول شيء able to form hydrogen bonding تمام والشيء الثاني موضوع الأيونايزيشن تمام تذكروا لما حكينا موضوع الديفيوجن حكينا عن موضوع الصوت حكينا ان الدواء بيهم يكون مش اسيد او بيز اذا كان صوت بيكون ديفيوجن تمام لكن حتى موضوع الصوت تمام انا بيهمني حتى كمان شو نوع الصوت اللي انا بستخدمه تمام فمثلا هذا الدواء اللي هو هيدروكسيزين ما هيدروكسيزين هو نفس الدواء لكن عندنا هون هيدروكسيزين هيدروكلورايد عندنا هيدروكسيزين فاميت تمام هذول كلهم عبارة عن يعتبر أسيد ولا بيز ولا صوت. هذا المركب هو أسيد ولا بيز ولا صوت. صوت. تمام؟ سبب؟ عندنا بوزيتيف وعندنا نيجاتيف. تمام؟ فبالتالي هو عبارة عن صوت. تمام؟ لكن إذا نشوف السوليبيليتي. تمام؟ هذا الدواء سوليبيليتي تبعه 1 جرام بير ميل. هذا 1 جرام بير ميل. أي سوليبيليتي أفضل؟ 1 جرام بير ميل. تمام؟ أنا هون أحتاج إلى لتر تمام؟ حتى أذوب الـ 1 جرام هون أحتاج إلى 1 ملي حتى أذوب الـ 1 جرام فأي أحسن سوليبيليتي تمام؟ الأول صح؟ فبالتالي كل ما زاد البلك تبع الصوت جرام الباوم ويت تمام؟ السوليبيليتي قلت بالمقابل لما استخدمت هذا الكلورايد فهو فقط أكسيما تسيما ماينس تمام؟ أعطتنا سوليبيليتي لهذا الصوت أفضل من الباوم ويت اللي هو تمام؟ لما نشوف مثلا البنسلين البنسلين جي بروكين والبنسلين جي صوديوم تمام؟ هذا السوليبيليتي 1 جرام بير 250 مل هذا 1 جرام بير 40 مل تمام؟ اي احسن سوليبيليتي لو كان تمام؟ السبب احنا نحكي هون صوديوم فقط هون صوديوم ان اي بلس سي او ماينس لكن هون كان عندنا هاي الوركي جروب تمام هي البروكين فبالتالي كان السوليبيليتي لما يكون انا من ويك اسيد او من ويك بيز لما نحكي مثلا هون هيدروكلورايد سي ال ماينس لما نحكي صوديوم فكل ما كان حجم الصوت صغير او الماده المضافه لها تكون صغيره فبالتالي راح يكون السوليبيليتي افضل لما نشوف مثلا الفايزوستيجمين سلسايد والفايزوستيجمين سلفيت تمام هذا السوليبيليتي كله 1 جرام بير 75 وهذا 1 جرام بير 400 اي سوليبيليتي احسن له؟ الثاني تمام ف مجموعة الأسوار
مانس 2 او هيلي سلفيت حطيت نسيبيليتي افضل من سيل سلفيت تمام؟ تعرف هي احسن نسيبيليتي هذا ولا هذا؟ هذا ولا هذا؟ عشان ايه؟ لا مش مانس 2 تمام؟ بس تعرفوا تعرف اذا طلعتوا على مثلا هاي وهاي تمام؟ هي احسن نسيبيليتي هذا ولا هذا؟ تمام؟ بناء على نوع الصوت الموجود تمام؟ بس ما راح اسالكم شو هذا الدواء طيب هسا كيف نحسب موضوع الايونايزيشن لاي دواء تمام احنا نعرف لما اخذنا اول سطر كانت المعادله بالنسبه للاسيد والبيس هي عباره عن كي اتش ماشي ماينس بي كي تساوي لوج بيس انا ايونايز على ايونايز للاسيد والاكس للبيس طيب هسا كيف بدي احسب الايونايزيشن لدواء يكون اسيدك لدواء يكون بيس تمام هسا مثلا حكينا ان البي اتش هي 7.4 تمام هذا الدواء اعطانا البي كي اي 8 تمام فبالتالي البي كي اي تساوي 8 سوري البي اتش 8 تساوي البي كي اي او سوري البي كي اي 8 تساوي بي اتش زائد لوج الاسيد على البيس ف 8 ناقص 7.4 تساوي 0.6 تساوي لوج الاسيد على البيس تمام بما ان انا بحكي لوج فبالتالي 10 قوة 0.6 راح تكون هي الاسيد على البيس لكن بالتالي احنا لما حكينا انه هي عبارة عن 0.6 تمام على 1 تساوي الاسيد تمام على بيز تمام وبالتالي حكينا احنا 10 قوة 0.6 تمام على 1 تساوي اسيد على بيز تمام وبالتالي انا لما احكي 10 قوة 0.6 هي عباره عن 3.98 على 1 فبدي احسب نسبه الايونايزيشن هي عباره عن 3.98 ضرب على 3.98 زائد 1 ضرب 100% تمام ف 3.98 زائد 1 اللي هي بالمقام ف 4.98 ضرب 100% بتطلع لنا 79.99 وبالبيز تمام راح تكون كانت عندنا البي كي اي 9.4 والبي اتش 7.4 راح تكون 12 قوة 2 تمام؟ راح تكون نسبة الايونيزيشن 100 على 100 زائد 1 ف 100 على 100 1 ضرب 100 فبتطلع معنا 99% نسبة الايونيزيشن تمام؟ الواحد اللي هي موجودة بالمقام تمام؟ اللي هي على بيز 100 على 1 تمام؟ فال 100 لما بتيجي تقسم نسبة الايونيزيشن هو نسبة الايونيزيشن على الايونيز زائد نون ايونيز ف 100 على 100 زائد 1 ف 100 على 101 هون نفس الشيء 3.98 على 3.98 زائد 1 ف 3.98 على 3.98 زائد 1 ف 4.98 تمام ف 3.98 على 4.98 هون 100 على 100 زائد 1 يعني 100 على 100 1 ضرب 100% فبتطلع لك نسبة الايونيزيشن تمام نعم على هذا لا عشان اريحك في عشي ثاني هسه بتشوف تمام طيب اذا اعطانا اذا اخذنا هذا السؤال هذا في عندنا البنسلين في بوتاسيوم والكودايين فوسفيت تمام تذكروا لما حكينا عن البنسلين بموضوع الابزوربشن حكينا في عندنا اكثر من صوت تمام في عندنا بروتين في عندنا صوديوم في عندنا بوتاسيوم حكينا احسن واحد هو البوتاسيوم بعدين بيجي عندنا الصوديوم حكينا اقل واحد البروكين والبروكين حكينا عشان هيك بنعطى الايون صح طيب فهذا الدواء هو عباره عن صوت وهذا صوت لكن هذا صوت اسيديك ولا بيزك؟ هذا اسيديك تمام؟ وهذا ان تمام؟ وهذا امين جروب هذا بيزك بناء على كم كانوا يدورون فهذا صوت من اسيديك وهذا صوت من
ايال اسيد وايال بيز. تمام. السؤال اللي بحكي لنا اياه، هل بنفع نعطي طاولة دوائية مع مواد قوية؟ تمام. هسه دائما بالمستشفيات ماشي ممكن احنا نضطر انه نخلط دوائية مع بعض. تمام. فمرات في عنا شيء هي حكينا اللي نسميه موضوع الكومباتيبيليتي. تمام. اللي هل بنفع نعطي دوائية مع بعض او لا؟ لما يكون عندي دواء اسيد او صولت من اسيد بنفع اعطيه صولت من اسيد ثاني. تمام. لكن ما بنفع اعطيه صولت من بيس. سبب انه انا هاي مجموعه ال H3PO4 اللي هي الفوسفات ممكن تتحد محاول الدواء، ومجموعه الكي بلس تتحد محاول الدواء. هذا يسمى شيء بنسميه بريسيبيتيشن. شو مقصود بريسيبيتيشن؟ ترسب. تمام. واحنا دائما لما نعطي اي دواء اي في بيكون عندنا بنخاف من موضوع البريسيبيتيشن. السبب تمام انه راح يصير في عندنا بارتكلز. تمام. احنا ما في شيء بيدخل الجسم عن طريق الاي في يكون فيه بارتكلز. دائما البارتكلز بس تدخل بعمل شيء نسميه ثرومبوس. تمام. حتى الهواء بس يدخل تمام بتجمع على الدم وبعملنا ثرومبوس. تمام. فبالتالي احنا الدواء اي دواء بيدخل عن طريق الاي بي لازم يكون توتالي ديلوتد، ما فيه اي بارتكلز. تمام. فبالتالي انا اعطيت دويات زي هيك ممكن يصير عندي بريسيبيتيشن وبالتالي راح يصير عندنا ثرومبوس. فهذول الدويات مع بعض نوت كومباتيبل. اذا كانوا عباره عن تو سولتس من اسيدز اوكي، تو صوت من بيز اوكي، لكن صوت من اسيد بصوت من بيز ما بنفع. واضح؟ نعم. هسا هو ما ارتبط بالدم، هو اصلا من لما انت تحطه بالباك. تمام. انت لما تحط الدوائر مثلا انت تجهز هذا الدواء وضفت له هذا الدواء بنفس الباك. تمام. حليتهم بنفس النورمال صلاين وجيت بدك تعطيه انت مباشره، بس تحطهم مع بعض راح يتوصل داخل الباك. فبالتالي انت لما تيجي تعطيه للمريض هاي طب يعني هو هذا الشيء ما راح تاخذه، لكن هو الناس اللي بده يعطيه اللي ينتبه عليه. انت شو وظيفتك كفارماسيست؟ انه لما المرض يعطيك احكي له هذول الدوائين مثلا اذا انصرفوا كل واحد لحال بيعمل. تمام؟ لكن ما بتحط مع بعض نفس الباك. واضح؟ ممتاز. هسه ممكن انت تيجي تفكري انه مثلا انا اعطيتها مثال ممكن هسه الثاني يخطوا مع بعض داخل الدم. الدم لا. تمام؟ هسه كل الخوف انه قبل ما نوصل الدم. تمام؟ بالتالي ممكن تعطيه كل واحد لحاله بعد بيناتهم. تمام؟ لكن نفس الباب ما بيكون. تمام؟ لانه هو الموضوع يعني كبريسيبيتيشن قبل ما يدخل هو هذا الخوف اكثر من انه كان واصل الدم. طيب سامعين بالتايروسين؟ شو التايروسين؟ معناته ما شاء الله عليك طيب كيف صح؟ تمام؟ شو التايروسين؟ تمام؟ الامان الاسيد فيه 300 كيلوغرام. تمام؟ فيه كاربوكسيليك اسيد، فيه الكيتامين، وفيه فينول. تمام؟ بما انه في 3 بولر جروبس فنتوقع ان الدواء يكون سيريولايز بالمرة او لا؟ ليش هو في 3 بولر جروبس؟ تمام؟ يعني مجموعات بتذوب بالمي، مجموعات كبيره، فبالتالي بتوقع انه يكون سيرفين ولا مش سيرفين؟ انت ايش اللي فيه هيك وفيه؟ تمام؟ لا هو اكبر مجموعات فيه هي مجموعات البولر، هو في عنده اكبر مجموعات فيه اللي هي البولر. تمام؟ فبالتالي انا بتوقع انه يذوب ولا ما يذوب؟ يذوب. تمام؟ لكن هو ما بيذوب. السبب تمام هو مع انه لازم يكون دايب لكن السوليبيليتي تبعه 0.45 جرام بير ليتر. تمام. السبب تمام انه لما ينحط بالمي تمام هاي بصير لها ايونايزيشن، هاي بصير لها ايونايزيشن. تمام. فبصير داخل المركب تمام ايونايزيشن دارج. تمام. يعني واحد راح يصير اسيد، واحد راح يصير بيز، واحد يرتبطوا مع بعض، فبالتالي راح يقلل السوليبيليتي لهذا الدم. فبالتالي مش كل ما انتبه على الستراكشر تمام اشوف في بولر جروبس اتوقع انه راح يكون عندي سوليبيليتي عالي. تمام. لانه ممكن يصير في انتراكشن داخل نفس الفانكشنال جروبس الموجوده داخل هذا الكيميكال ستراكشر، وبالتالي يقلل السوليبيليتي لهذا الدواء. هاي لانه بصير في حال كان الباك بصير في ايرونيزيشن. زائد انه راح يكون تقريبا المسافه بيناتهم قريبه داخل الصوت. تمام. يعني هو تقريبا تمام يعني تقريبا على نفس درجه الكربون. تمام.
اللي من هون هاي مطلوب مرتبط فيها الكاربوكسي وهي مرتبط فيها اي كلمه تمام. فهي حتى المسافه كمان تحدد انه كم قوه اي نوع من الانتراكشن بيناتها. فبالتالي تمام هي حتى وين مكان حتى على الستركتشر تبع هذا الدوره هي طيب في عندنا شيء بنسميه بولي فانكشنال وشيء في شيء بنسميه مونو فانكشنال تمام. هسه الفانكشنال جروب الموجوده عندنا تمام باي مركب بتحدد كم كربون راح اخذها وبالتالي انا راح احدد كم السوليبيليتي لهذا الدواء تمام. فالمونو فانكشنال يعني يكون عندي مجموعه واحده فقط تمام سواء كانت فينول سواء كانت امين فقط هي موجوده داخل هذا المركب. لكن في بعض المركبات بيكون فيها multiple functional groups تمام. وهاي functional groups مرتبطة مع بعض على نفس المركب. كل ما كان كثرة functional groups نسميها poly functional. لكن كل ما كان فينا poly functional يكون موضوع solubility للكربونات الموجودة داخل المركب أقل تمام. طيب هذا المركب كم كربون فيه؟ نعدهم تمام. هاي 1 2 3 4 5 6 7 قبل راح يكون 5 12 6 17 تمام 18 19 21 تمام 21 كربون تمام. اذا نشوف هذا الجدول تمام بحكينا الفانكشنال جروب تمام. اذا كانت مونو فانكشنال مثلا الكحول بيلو 5 ل 6 كربونات، الفينول 5 ل 7، الكيتون مثلا 5 ل 6، الامايد 6 كربونات. لكن اذا كانت بولي فانكشنال اذا كانت اكثر من مجموعه على نفس المركب راح تقل تدوير تبعها او سيلوبيليتي للكربونات الموجوده داخل المركب. فبالتالي مثلا الكحول كان يدور 5 ل 6 صار 3 ل 4، الاستر كان 5 ل 6 صار 3. فبالتالي اذا بنرجع على نفس المركب هذا الموجود عندنا تمام، بما انه انا عندي مجموعه هذا الامين تمام هي كانت تدور 6 صارت تدور 3، الاستر كان بيدور 5 ل 6 صار بيدور 3، الالك الامين كان بيدور 6 صار بيدور 3، ف 3 زائد 3 زائد 3 9. انا كم كربون عندي؟ 21. فكم كربون ضلت مش مدوره؟ 12 تمام؟ فاحنا بنعرف ان الكربون هو عباره عن 8 كولر تمام؟ مضبوط؟ لانه هي مركب اورجن صح؟ فبالتالي كل ما زادت عدد الكربونات شوف بيعكس لنا تمام. لكن اذا كانت كل المجموعات مضغطه يعني راح يكون هذا الدواء سوليبل. لكن بما ان عندنا فانكشنال جروبس تمام قلت السوليبلتي لعدد الكربونات الموجوده من 21 صار تدور عندنا فقط 9، فبالتالي ظلت عندنا 12 كربون مش سوليبل. فهذا الدواء متوقع انه يكون نان سوليبل. واضح؟ فانكشنال جروب لازم يكونوا مختلفين لان لازم كان في اثنين كامل تمام. انت كل فانكشنال جروب تحسبها لحالها بناء على هذا الجدول تمام. كل فانكشنال جروب تحسب كم كربون راح تدور اذا كانت بالبولي فانكشنال تمام. طب ليش اذا يصير في بولي فانكشنال تمام، لانه كل واحدة هي يعني تاخذ حيز من المركب تمام. فبالتالي تاخذ عدد كربونات معين، يعني هي بتاثر فقط على الكربونات القريبه منها تمام. لكن مونو فانكشنال تمام بيكون هي كل البلش عليها تمام. فبالتالي كل ما كثرت عدد الجروبات هذا شيء مش مفيد تمام، لانه راح يقلل السوليبيليتي للمركب تمام. فمشان هيك كل ما كثرت هاي ممكن هسه يكون في بولي فانكشنال جروبس تمام، يعني كثرتها مع يعني قله عدد الكربونات اللي هي بتكون مش داخل المركب او تكون فري تمام. فبالتالي مثلا نفترض ما فيش مثلا هاي هذا الجزء تمام، ما في هذا الجزء تمام، ما في عندك هذا الجزء تمام. فبالتالي هذول المجموعات الموجوده عندك ممكن تغطي عدد الكربونات الموجود عندك داخل المركب. مثلا نفترض كان مثلا نحكي كل الموجودين 12 كربون، هذول الجروبز بتغطي مثلا 9 او 10، فبالتالي راح تكون السوليبيليتي اعلى تمام. فبالتالي كل ما كثرت المجموعات تمام او الكربونز اللي مش مغطى داخل الجروبز، فبالتالي هذا راح يقلل السوليبيليتي الموجوده تمام. هسه بالاضافه انه بحكي لنا اذا كان المركب نفسه ايونايز سواء كان كاتيونيك او انيونيك المقصود فيها عليه بوزيتيف شارج او نيجاتيف شارج، بماذا؟ بزيد السوليبيليتي لانه كل شارج موجود بالدوب عندنا من 20 ل 30 كربون. عشان هيك احنا بنتوقع دائما السوليبيليتي تبعه
السبب لانه في عليه بوزيتيف ونيجاتيف تشارج تمام. فبالتالي حتى لو زاد عدد الكربونات تمام وجود التشارج بيلوب لحاله من 20 ل 30 كربون تمام، وبالتالي راح يزيد عندنا سوليبيليتي. طيب تذكروا البارتيشن كوفيشن؟ شو المقصود بالبارتيشن كوفيشن؟ تمام، هي ليفت سوليبيليتي على الواتر سوليبيليتي تمام. فبالتالي انا مثلا بادي بضيف دواء بذوبه بالماء بشوف كم سوليبيليتي تبعه، بعدين بادي بعمل شيء بنسميه كورسول دنسي اللي في الامتحان. كورسول دنسي اللي هي انا بكون عندي ووتر بكون عندي اورجن تمام، فبذوبهم وبشوف شو الاختلاف اللي صار عندنا بالسوليبيليتي تمام. بالتالي بقدر احسب الكونسنتريشن للدواء داخل الماء قبل وبعد ما اضيف اورجن. فبالتالي انا هيك بقدر احدد كم الكونسنتريشن اللي ذاب بالكحول، كم الكونسنتريشن اللي ذاب داخل المايك. وبالتالي كل ما زاد البارتيشن كوفيشن او نسميه اللوك بي دليل على ان المايك فيسيتي عالي، وبالتالي السوليبيليتي عالي تمام. طيب هسه كيف بتحدد تمام، كيف انا بقدر احدد السوليبيليتي للدواء او احدد اللوك بي للدواء تمام. هسه اللوك بي تمام او اللي هو البارتيشن كوفيشنت بهمنا شيء بنسميه رول اوف 5 تمام، هسه راح نحكي عنه. لكن انا كيف بدي اعرف او كيف بدي انا اتنبأ كم اللوك بي للدواء تمام. انا ما باجي بمسك كل دواء باجي بذوبه، كل دواء مثلا لان حكينا لما انا وصلت اخر شيء مثلا ل 50 دواء، انا باجي بمسك كل دواء بذوبه بالمي بعدين بذوبه بالكحول بشوف كم التركيز تبعه بقدر احسب هاي اللوك بي عشان اعرف تمام. وبالتالي انا بقدر من شكل المركب انا اقدر اتوقع كم اللوك بي، طبعا هي ما راح تكون بالواقع بالضبط كم هي لكن هي بتكون النتيجه قريبه. طيب كيف انا بتنبأ باللوك بي تبع الدواء؟ عن طريق الفانكشنال جروبس تمام الموجوده عندي. طيب فبالتالي بيكون عندنا حساب اللوك بي بناء على هي عباره عن مجموع اللي هم زي شكل الباي فاليو تمام. فبالتالي كل كربون موجوده في تعادل زائد نص، الفينل زائد اثنين، الفلور زائد نص تمام، مثلا السلفر زيرو تمام. فبالتالي كل مركب انا بحسب كم الفانكشنال جروبس الموجوده او شو الكومبوزيشن تبعه، وبالتالي انا بقدر احسب تمام، بقدر احسب اللي هي الباي فاليو، وبالتالي بقدر احسب منها اللوك بي، لان اللوك بي هي عباره عن مجموع كل هذول الجروبس الموجوده. مثال عليها طبعا هسه كنت تحكوا لي هذا عليه سؤال، عليه سؤال بس بتمنى انه ما يجي عليه سؤال لانه سؤال مش من عندي. ماشي؟ فيش داعي اشرح زياده. نعم. نعم. تمام، فين
هاي المجموعة كاملة زائد 2 كاربوكسيل واحدة ف ماينس 0.7 فالثلاث زائد 2 5 ناقص 0.7 4.3 تمام. فبالتالي أنا بقدر أحسب اللوك بي. دائما اللوك بي لازم بهم يكون أقل من 5 حتى يكون الدواء سيلبيتي تبعه مقبولة أو عالية، لأن كل ما زادت اللوك بي دليل على أنه زادت أنا عندي الهايبوكريسيتي تمام. لأنه اللوك بي هي عبارة عن سيلبيتي أو الكونسنتريشن إن ذا ليبيد على الكونسنتريشن داخل الوتر. فبالتالي كل ما زادت اللوك بي دليل على أنه السيلبيتي قليلة، الهايبوكريسيتي عالي لكن سيلبيتي قليلة تمام. نفس الشيء الكابتوبريل تمام. فبالتالي انا بقدر احسب كم كربون كم سلفر كم كربوكسيل كم امر. هذا الموضوع كلياته كيمستري تمام. فبالامتحان في سؤال احتمال واحد يجيبه لم يفهم تمام. في سؤال زي تمام. لكن انت تحسب كم عدد الكربونات كم مجموعه موجوده عندنا، وبالتالي راح يجيكم هذا الجدول تمام. وبالتالي تقدروا تحسبوا منه تمام. بيجيكم هذا، لا هذا الجدول راح يجيكم هذا شوي شباب هذا الجدول بيجي ماشي والمركب بيجي. فبالتالي تحل على تحسب كم عدد الكربونات اذا في عندك فينيلو اذا في عندك كلور. لكن السؤال تمام، اذا جاكم سؤال زي هيك وكان مركب كبير هذا راح ياخذ وقت انك تعرف كم كربون كم يقولون تمام. شنو هو خيار الناس ما راح نزيد تمام. بس من كل هاي المركبات اللي بحكيكم عنها مثلا زي دواء بسموه لوباستاتين. لوباستاتين هو واحد من ادويه الستاتنز. الستاتنز اللي هي الادويه اللي تستخدم كانتي هايبرتنسيف تمام، اللي بتشتغل على الستاتنز ايش HMG كوري ذاك تمام. كم اللوك بي اليوم؟ 8.6. لكن انا بهمني اللوك بي حكينا كم يكون، لكن هذا الدواء سلبيتي قليله لا سلبيتي عاليه تمام. لانه كل شيء بيكون قاعده تمام، ما في شيء بتمسكه زي ما هو تمام. فهو هاي من الادويه اللي حتى اللوك بي تبعها عالي تمام، لكن سلبيتي له عالي. فما نيجي احنا نمسك نحكي اللوك بي عالي ومتاري ما بيجي تمام، لان انت في عندك اكثر من فاكتور بياثر على السوليفيتي. يعني مثلا هسه زي ما حكينا عن الدواء قبل شوي انه بيكون فيه مثلا زي التايروسين. التايروسين حكينا انه فيه 3 بولر جروبس، بالتالي انا لما اطلع عليه بحكي هذا الدواء او هاي الامين اسيد هذا سربل لكن هو فوري سربل تمام. فما في شيء انا بمشي على قاعده ثابته تمام. شوارد صار ايش؟ كله صار شوارد. اه صح هاي اول شيء حكينا انه البي فاليو او اللوك بي او الفاكتور شيء لازم يكون ليس ذان بلس 5، فبالتالي بهمنا يكون اقل من 5. ثاني شيء يكون الموليكولار ويت، حكينا كل ما قال الموليكولار ويت بالتالي يزيد الابزوربشن وبالتالي يزيد السيلبيتي للدواء او يزيد السيلبيتي بالتالي يزيد الابزوربشن، لازم يكون اقل من 500. لكن عندنا السايكل سكور 1200 شوارد تمام؟ القاعدة يكون أقل من 500 أقل من 500، لكن في بعض الأدوية يكون مثلا زي صارم سكور 1200 بدون. ثاني شيء ما يكون فيه أكثر من 5 هيدروجين بوند جروب وما يكون فيه أكثر من هيدروجين بوند أكسبتر تمام؟ فهي من مضاعفات الخمسة تمام؟ مش أكثر من 5 دولار ومش أقل من 10 أكسبتر. هسا بدكم تحكوا لي الدونر والأكسبتر هاي هسا تحكوا لي هذا حفظ هذا مش حفظ هذا مش حفظ. انا هذا حطيتها هاي السلايد زياده مشان تعرف شو المقصود بالدونر والاكسبتر تمام. لان هذا السؤال يعني هذا الجدول لو يجيني سؤال منهم انا ما راح اجاوبه تمام، بس انا من باب شو هم الدونر وشو هم الاكسبتر تمام. سهل هذا حاله بيجي عليه 30 سؤال بالامتحان
تمام. اخر شيء، اخر شيء احنا حكينا عن موضوع الابزوربشن، حكينا عن موضوع السيبيليتي. لكن في بعض الادويه تمام تكسر القاعده، يعني الدواء هاي بولر افضل انه ما اعطي اورال او اعطي اي في، تمام. زائد في بعض الادويه بتذكر انه حكينا عن موضوع الكارير ميديت، تمام. حكينا اول واحد اللي هو الاكتف ترانسبورت، تمام. حكينا مثال عليها فايف فلوريوسين ليفودوبور، تمام. هذول الادويه تمام الكريم او الابزوربشن اللي هو بيصير عن طريق كريم، تمام. فبالتالي مثال عليهم ليفودوبور، مثال عليهم فلوريوسين، ثاني يوسين، زينوبريل، ميثوتريكسين، اند ايرثروماسين. هذول كلياتهم يحتاجوا الى كريم. واخر نقطه تمام في بعض الأدوية تكون هاي الكلوريت، تمام. فبالتالي ما تتبع القاعدة تبعت رول فايف، لكن بكل إنها ميثود اوف ترانسبورت مختلف. بتذكر لما حكينا عن الفيزيكال فورميشن، تمام، حكينا عن الفاجوسايتوسيس والفينتوسايتوسيس، تمام. في بعض الأدوية بكل إنها حجمها كبير، فبالتالي يصير لها انجلفنج أو يصير حواليها فيزيكال، بالتالي تدخل داخل الخلية، وبالتالي يصير لها ابزوربشن، تمام. حتى لو كان هي ما تتبع رول فايف بناء على الحجم. عندكم أي سؤال؟ يعطيكم العافية.